بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. بعد ما شفنا في الفيديو السابق مخطط المستقيمات والاتجاهات المقاربة، نواصل مع حلول بعض التمارين الخاصة بالمستقيمات المقاربة. يعني في الفيديو هذا راح نحل تمرين خارجي. المطلوب منا في هذا التمرين تعيين الأعداد الحقيقية A B C D. إذا علمنا، يعني عطاونا عدة احتمالات، يعني المستقيمات المقاربة، ها هو نص التمرين. لتكون F الدالة المعرفة كما يلي: F X تساوي A X plus B زائد C على X ناقص D. طلبوا منك تعيين الأعداد الحقيقية A B C D إذا علمت أن أولا المستقيم دالتا ضمن معادلة Y تساوي 2 X زائد 1 مقارب مائل للمنحنى في زائد لا نهاية. ثانيا المستقيم، إذا علمت أن المستقيم ذو المعادلة X يساوي 2 مقارب عمودي المنحنى. وثالثا إذا علمت أن المنحنى يشمل النقطة التي فاصلتها صفر وترتيبها 2. إذن أولا إذا علمنا أن المستقيم دالتا ذو المعادلة Y تساوي 2 X زائد 1 مقارب مائل المنحنى في زائد لا نهاية، يعني هنا وشنه أي معناه ليميت لما اكس تؤول الى زائد لا نهايه، لان عطاونا زائد لا نهايه صح، حتى دير ناقص لا نهايه كيف كيف، يعني اف دو اكس كما شفنا في الفيديو السابق ناقص ا اكس بلس بي اللي هو هذه معادله المستقيم دالتا. هنا راه معطاونا 2 إكس زائد 1 صح، واش تساوي؟ تساوي إذا هذه ديناها في الجهة الأخرى ولا تناقص، إذا واش يبقى لنا سي على إكس ناقص دي تساوي ماذا؟ تساوي ليميت لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية سي على إكس ناقص دي، يعني تساوي الصفر. يعني قالوا لنا بلي المستقيم ذو المعادلة Y تساوي 2 X زائد 1 مقارب مائل، إذن أوتوماتيكمون هذه الليميت تاع هذه تساوي الصفر باش يكون هذه معادلة المستقيم المائل صح. إذن بما أن نبداو بما أن ليميت F دو X ناقص A X بلس B لما X تؤول إلى زائد لا نهاية تساوي ليميت C على X ناقص D لما X تؤول إلى زائد لا نهاية عفوا أعطينا الصفر. إذن فإن المستقيم المقارب المائل ذو المعادلة ولا ذا المعادلة كيف كيف المعادلة Y يساوي A X بلس B مقارب مائل للمنحنى CF بجوار زائد لا نهاية وبالتالي لو درنا المطابقة بين Y تساوي 2 X زائد 1 و Y تساوي A X زائد B، إذن واش نصيبو؟ نصيبو بلي A تساوي الاثنان و B تساوي الواحد. إذن نكتبو الدالة تاعنا ويكون لدينا يعني هنا هذه لاحظ نديروها بلون، هاي A يساوي الاثنان و B تساوي الواحد، ديجا رانا صبنا الـ A والـ B. إذن راح تكون عندنا F دو X تساوي يعني A X يعني 2 X زائد الواحد زائد بقاتلنا C و D، بقاتلنا منين؟ C و D صح. من طرف من يعني من الأول أولا عرفنا الـ A والـ B صح. ثانيا قال لك
إذا علمت أن المستقيم ذو المعادلة X يساوي واحد مقارب عمودي للمنحنى، مقارب عمودي للمنحنى. ثانيا شوفوا مليح هنا في عبارة الدالة، قال لك شوف، قال لك X، شوف مليح لهنا X ناقص D، يعني في الدالة عندنا هذه العبارة X ناقص D لازم تكون تختلف عن الصفر. واش لازم؟ لازم تكون تختلف عن الصفر، يعني X ناقص D تختلف عن الصفر، معنى X تختلف عن D. X ماذا؟ تختلف عن D. إذن وحنا قالوا لنا المستقيم ذو معادلة X يساوي واحد، يعني كي X هنا تختلف عن D يعني X يساوي D، هو المقارب العمودي للمنحنى في هذه الحالة، هو المقارب العمودي للمنحنى. صح. إذن هنا واش نقولوا؟ بما أن مدام راه هو المقارب العمودي D، واش نقولوا؟ أي ليميت F دو X لما X تؤول إلى D تساوي زائد لا نهاية، لأن D عدد، هكا شفنا في الفيديو السابق، كيكون X يؤول إلى عدد تعطينا لا نهاية، عندنا مستقيم عمودي. إذن فإن المستقيم ذا المعادلة X يساوي D مقارب عمودي للمنحنى CF، وبالتالي لو درنا المطابقة بين X تساوي D وبين واش عطاونا هنا X تساوي واحد، يعني D يساوي الواحد، D يساوي واحد. نزيدو نديرو لك كيما خاوتها هكذا، ها هي دي تساوي الواحد. إذا صبنا الأ وصبنا البي وصبنا الدي، واش ما زالت لنا؟ ما زالت لنا السي. إذا نكتب العبارة تاعي ويكون لدينا، ويكون لدينا إذا اف دو اكس تساوي 2 اكس زائد الواحد، يعني نزيد ننقل هذه نعوض الدي، هذا المكان زائد الواحد زائد السيمة ناقص واحد. خلاص صح. ما زالت لنا السي، السي وين نوجدها؟ نوجدها من الثالثة، يعني ثالثا. صح. ثالثا واش قالوا لنا؟ قال لك يشمل المنحنى النقطة التي فاصلتها الصفر وترتيبها اثنان، فاصلتها الصفر وترتيبها اثنان، يعني واش قصدوا بها؟ يعني اف للصفر تساوي اثنان. شوفوا مليح، فاصلتها صفر وترتيبها اثنان. خلاص صح. واش معناها؟ معناه نجو في العبارة الأخيرة اللي وجدناها نعوض الإكس بالصفر، أي أن 2 لصفر في صفر في وين كان الإكس ندير الصفر، زائد واحد زائد السي على صفر ناقص الواحد تساوي الإثنان، F للصفر تساوي الإثنان. إذن واش راح تولي لي هذه؟ 2 في الصفر راحت، إذن واش يبقى لي؟ يبقى لي 1 زائد السي على السي على ناقص 1 تساوي الإثنان. صح. هذاك الواحد، هذا الواحد يروح منه يولي ناقص واحد، إذن 2 ناقص واحد تبقى لي، واش تبقى لي؟ تبقى لي السي على ناقص الواحد تساوي الواحد. صح. هذا الواحد ينضرب في الناقص واحد في الواحد واش تعطينا؟ وبالتالي سي تساوي ناقص واحد. لماذا؟ لأن الواحد هذا ضربناه في الواحد، ضرب الطرفين. صح.
إذن أنا هاي السيرة وجدناها تساوي ماذا؟ تساوي ناقص الواحد، صح؟ إذن ما عليا إلا نعاود هذا العبارة نكتبها ونعوض السي بالناقص الواحد، إذن ويكون لدينا f دو x تساوي 2 x زائد الواحد ناقص واحد، لأن الناقص سي تساوي هذه ناقص واحد، عفوا أنا راح مع ناقص راح في رجلين الواحد هذاك، يعني ناقص واحد على x ناقص الواحد. ها أنا وجدنا هال أ 2 هال بي 1 السي ناقص 1 والدي ناقص 1، ها هما كامل في 4. يعني شتو كيفاش يقدر يقول لك عين في التمرين هذا، يعني كل تمرين نصيبه مهم راني نجيب هذاك التمرين. لاحظ هنا واش قالوا لنا، عين الأعداد أ بي سي دي وعطاونا ثلاث حالات، يعني عيننا الأعداد بمعرفة المستقيمات المقاربة، ها؟ وكذلك في الأخر معرفة النقطة ذات الإحداثيات صفر اثنين. يقدر يعني كاين عدة طرق باش يقول لك يا ودي يا سي فلان ولا يا فلانة عينوا الأعداد A B C D، استعمل لك أعداد المستقيمات المقاربة والنقطة التي فاصلتها صفر وترتيبها اثنين. يقدر في حالات أخرى استعمل لك طرق أخرى. إذن هذا السؤال وارد، وارد باختلاف شروطه إن شاء الله. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.